بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات العظيمة من سورة التوبة، هذه السورة العظيمة التي كانت من أواخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، وحينما نزلت بعث بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكفار قريش، لذلك لم تبدأ بالبسملة وإنما بدأت بالبراءة من المشركين، براءة من الله ورسوله. فهذا يقول العلماء من أسباب أنها لم تبدأ من البسملة بالبسملة لأنها تليت على كفار قريش مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الآيات التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا الدين وهذا النور وهذا القرآن ظاهر ومستمر إلى قيام الساعة، ولكن من يوفق لنشر هذا الدين ومن يوفق لإظهار هذا الدين؟ فدين الله منتصر ودين الله باق، وهذه شرعة الله في الكون أن ينتصر هذا الدين وأن يبقى هذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآيات حينما يذكرها المفسرون يذكرون معها قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فاستقبله الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب به إلى بيته وأجلسه في داره، ويقول الراوي أنه قدم له وسادة، لأن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيت متواضع، فقدم له وسادة فقال عدي: عندك يا رسول الله؟ قال: بل عندك. إلى أن أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس عليه وقال له: يا عدي، ليظهرن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة من الحيرة إلى مكة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وليظهرن الله هذا الدين، وليظهرن الله هذا الدين حتى نأخذ كنوز كسرى وقيصر، ولا يظهرن الله هذا الدين حتى يفيض المال فلا يعرف لمن تعطى الزكاة ومن تعطى الصدقات. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: فقد شهد اثنتين، اللي هي كنوز كسرى بن هرمز، لأنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نأخذ كنوز كسرى بن هرمز، قال عدي: كسرى بن هرمز؟ يعني استغرب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في المدينة وكان عددهم قليل، وكسرى كان يمثل قوة هائلة. قال: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. يقول عدي رضي الله عنه: فقد شهدت اثنتين تخرج الضعينة، الضعينة يعني المرأة، من الحيرة من الحيرة إلى مكة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، والثانية أنهم أخذوا كنوز كسرى بن هرمز. وقال عدي بن حاتم: وليأتين الله بالثالثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قالها. فالشاهد من الحديث أن هذا الدين ظاهر وهذا الدين منتصر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله به الدين. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يطول عمرك ويبارك فيك.